قالوا اتفضل. السلام على من اتبع الهدى. وعلى من اتبع الهدى السلام. عندنا السلام سؤال، عليكم. لماذا أعطى الله العصمة للأئمة؟ اسأل الله. أسأل الله؟ نعم. هي لماذا؟ مش لماذا إعطاء العصمة دي العصمة؟ لحكمة مثلا ولا بدون حكمة؟ حكم. أيوة، إيه هي الحكمة بقى؟ حكمة. ايوه، الحكمة ايه هي الحكمه تعلم يعني؟ حتى يختبر الأمة، يعني احنا حتى قاعدين في يختبر مزرعه الأمة اختبار، يشوفك. حتى يختبر الام. يختبرها في ايه؟ نعم ازاي يختبرها نعم يعني؟ ازاي يختبرها؟ شلون هسه أنت يختبره؟ شلون هسه أنت؟ شلون هسه أنت متوالي وأني أوالي؟ يا هاي باشا اختبار سيبك من الأمة. الموالاه دلوقتي والمعاداه، احنا دلوقتي سيبك لماذا اعطى هسه الله عز سيبك وجل هسه العصمه سيبك للائمه؟ اختبر. نعم يعني هو ربنا اختبار عطاهم، الأمة. ربنا عطاهم العصمة عشان يختبرنا احنا؟ طب احنا مالنا يعني؟ يختبرنا في ايه في نعم العصمة؟ نعم نعم حتى يختبرك. نعم ايوه يختبرنا ازاي؟ يعني يشوف يختبرنا إيمانك ازاي؟ يعني هو معصوم لا ينسى، إزاي. ربنا يختبرني انا بقى ازاي؟ ها يعني دلوقتي الامام عندك معصوم لا ينسى، ربنا هيختبرني انا ازاي؟ نعم ما ينسى ولا يخطأ ولا كل شيء. ايوه هيختبرني انا بقى ازاي؟ يعني يختبرني ليه انا؟ يعني هو دلوقتي خلى المعصوم عندك لا ينسى، طب ربنا بقى يختبرني انا ليه؟ يختبرك يشوفك انت تؤمن بيه لو ما تؤمن بيه. أو اؤمن بيه هو ولا لا اؤمن بيه؟ يعني هي هتفرق مثلا؟ يعني مثلا نعم انا بقى واحب اقول لحضرتك حاجه، انا بحب علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه، ربنا لو عطاله بس العصمه كده ما هكرهه تاخذ مثلا باقوال. لا ولا لا لا اعمل لا ايه؟ استاذ وليد، استاذ وليد احنا الحب تاخذ باقواله؟ لا. اخذت احكام شرعيه من عنده؟ لا. اخذت صلاته؟ لا. اخذت وضوءه؟ لا. شو اخذت من الامام علي انت؟ شو اخذت؟ طب هاي ماشي بس جميل مكلم قوي. انا مجرد قدام الناس كلام الطيبه بحكم. ديت، قدام الناس الطيبه ديت، اتفضل اشرح لي صلاه علي بن ابي طالب وانا اصليها دلوقتي. هات كتاب طب كده هاي واشرح صلاتنا لي احنا صلاه جاي علي بن نصليها، ابي طالب وانا اصليها دلوقتي. هاي صلاتنا احنا جاي نصليها الشيعة، يا باشا ماليش هاي دعوه صلاتكم بيكم انتوا، هو انتوا تبع علي بن ابي طالب؟ انتوا انتوا فؤاد وعلي صلاتكم بن ابي طالب فؤادي تاني، انا عايز صلاه علي بن ابي طالب من الكتب. اتفضل اديني صلاه علي بن ابي طالب من الكتب. اقرأ. إذا أنت إذا أنت لا قاري كتب الشيعة لا قاري. متشكرين منك يا ابني، انا برضو قفلت عليك التليفون لحكمة هتعرفها لما تكبر ان شاء الله. الله عز وجل اعطى علي بن ابي طالب العصمة، لا ينسى لا يسهو لا يخطئ، طب احنا مالنا؟ احنا استفدنا منها ايه؟ يعني الله عز وجل عطاله يعني مثلا ايه؟ علي بن ابي طالب لا ينسى عشان مثلا تجي لنا احاديث ونبقى واثقين فيها، ماشي. تجي لنا روايات واثقين فيها، ماشي. كلام اهل البيت نبقى واثقين فيه، ماشي. طيب ده بقى ازاي نثق فيه؟ يعني نثق فيهم ازاي؟ لما في النهاية بقى في النهاية، معصوم معصوم يا عم مش مشكلة. حلو حلو، 100 فل 100 فل، عليه وردتين عليه وردتين كمان. تمام؟ طيب وبعدين في نهاية المقال رحنا ناخد من الطبطبائي ورحنا ناخد من الطبرسي ورحنا ناخد من الطوسي ورحنا ناخد من صاحب الكافي ورحنا ناخد من علي بن إبراهيم القمي والجنابزي والفيض الكاشاني ومدريش ومدريش ومدريش، واخد بالك؟ وفي الآخر ما استفدناش منهم بحاجة، زي ما رحنا زي ما جينا، يا ريتنا ولا رحنا ولا جينا.